في قداس إلهي سامى سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس، الراهب المتوحد خريستانوس صنوبر، شماسا إنجيليا على مذبح الرب في كاتدرائية البشارة للروم الأرثوذكس بالعبدلي. وفي عدة القداس نصح المطران خريستوفوروس الراهب الجديد بدوام الإصغاء إلى صوت محبة المسيح من أجل خلاصه وخلاص الجميع. عاون سيادته في الخدمة عدد من الكهنة ورئيس الشمامسة بحضور ذوي الشماس الجديد ومعارفه. وبعد القداس شكر الراهب الجديد أعضاء المجمع المقدس لمنحه هذه البركة العظيمة ليكون خادما في أم الكنائس، كما قدم الشكر لسيادة المطران لرعايته الروحية ودعمه المستمر. اسمحوا لي من خلالكم أن أتوجه لأبي صاحب الغبطة البطريرك كيريوس ثيوفيلوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة وأعضاء المجمع المقدس، بأجزل معاني الشكر لإعطائي هذه البركة أن أكون خادماً في أم الكنائس. أبي صاحب السيادة، اليوم يتحقق حلمي الذي لم أصل إليه دون دعمكم المستمر وصلاتكم من أجلي، فقد كنت أنت المعلم الذي كلما أنظر إليه أتعلم شيئاً جديداً. في تعبي وحزني كنت ألمس يدك الندية التي كانت تزيل كل همومي. في ابتسامتك ونظرتك لي كانت سندي طيلة فترة حياتي. فأطلب منك يا صاحب السيادة أن لا تكف بصلاتك من أجلي ودعمك لي لكي أكون خادما مستحقا الملكوت السماوي. يا ابني خريسانثوس، هاي هي بطريركية القدس الشاهد للحق طيلة 2000 سنة مع كل الضيقات والمحن والتجارب اللي بتمر فيها والمرأة عليها. عشان هيك يا ابني تشجع، تقوى، تعزى حتى تقدر انه من اليوم الخدمة اللي رح توضعها إليك الكنيسة انك تكون مؤدي حسن لإلها. ثقتي كبيرة فيك إنك قادر إنك تخدم من اللي مكان اللي راح تكون موجود فيه، أثبت فيه هناك يا ابني، وبالأخص بهاي الفترة اللي هي فترة شموسيتك تعلم الخدم اللي ترجيه حسن، تعلم روح الخدمة كيف إنك تتعلم تكون في آخر الصف.